بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم أينما تواجدتم في أرجاء هذا الوطن الحبيب، نحييكم من هنا من مدينة الأمير محمد في مدينة الزرقاء لننقل لكم أولى شرارات مرحلة الإياب، الشرارة الأولى بلقاء يجمع نادي معان ونادي الجليل هنا. نعم، نادي الجليل الذي يعاني من ظروف قاسية، هذا الفريق الذي استبعد 12 لاعب من مرحلة الذهاب وتعاقد مع 10 لاعبين في مرحلة الإياب، وكلهم وجلهم لاعبين وطنيين والأكثر من دوري المظاليم قادمين. عمار حصري، عمار هذه كرة تسديدة عمار، وأول محاولة، أول محاولة وأول كرة كانت لمصلحة الجليل. لأول مرة نرى صراع ما بين أكثر من نادي. هنا كرة تسديدة ومحاولة والتسديدة الأولى مع نادي الجليل. كرة تلعب ولكن رشيد عند يوسف، تترك السلام انطلاقة للجليل، التقدم للأمام، كرة تمرر خطيرة، عبيدة، عبيدة النمارنة، والنمارنة يسدد. الجليل الآن يبادر، كرة تلعب لمصلحة الجليل، عرضية خطيرة داخل منطقة، حلو يا الجليل حلو. كرة عادت الجليل، طموحات الجليل أخطر، وصلت لأسعد، أسعد العزام، تسديدات أسعد ورشيد، هي الكرة الثالثة للأبيض. هنا أحمد يسلمها، عرضية تلعب ولكن عند رشيد. عبد الرحمن يرسل كرة معانية خطيرة عند ديرار، ولكن الكرة تحولت إلى ركنية عند حسين عبيدات. كرة معانية تلعب داخل منطقة وراسية فل، هذا التقدم ساهم وادي كرة والتسديدة، الله، لمصلحة الجليل. كرة خطيرة خطيرة للجليل، وكرة والتسديدة، الله 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 الله، للوقت الطبيعي، ولكن معان بهجمة. كرة معانية، سلام خطيرة، تحضير البحث عن مساله وتسديده، ولكن عبيدة النمارنة، عرضية عبيدة، ولكن رمي التماس، وهنا تأتي صافرة حكم اللقاء مراد الزواهري معلنة عن نهاية مجريات المشهد الأول من هذا اللقاء بنتيجة التعادل السلبي ما بين الجليل ومعان. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا اينما كنتم في ارجاء هذا الوطن الحبيب، عدنا اليكم من جديد لننقل لكم وقائع واحداث الشوط الثاني من لقاء معان والجليل ضمن منافسات المرحله رقم 12 مرحله الاياب. وانطلاقات النمارنة، كره تلعب، أسعد يتقدم، خطيرة أسعد، كرة أسعد ورشيد، الضغط ما زالت معان. مهدي علامة، مهدي علامة، خطيرة الآن، مفتاحي، عرضية، أوبا، مرت 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 الكرة، سرعة وانطلاق، عرضية جميلة خطيرة، السلام، ولكن كرة، أوبا، لكن هناك راية، أعتقد أنها مباراة هدف. كرة ترار 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 ترار، ولكن عمار يتقدم للأمام بشكل أكثر خطورة، هذه كرة وتسديدة، ولكن وين؟ لمصلحة حسين عبيدات، عرضية، ولكن التغطية من عمار ما زالت خطيرة، هي كرة لمصلحة نادي معان، ترار، ولكن حتى المهارات الفردية غائبة إلا عند البشتاوي. يا سلام على كرة، السلام، كنترول غريب، ضغط معاني على جهة اليسرى، كرة داخل منطقة خطيرة، هذه الكرة خطيرة رأسية، با في الدقائق القليلة المتبقية، خلونا نشوف، الله يا ساتر، بالرأس، استلام، مرور، خطيرة، يا سلام، ولكن تحولت إلى ركنية. أبو غوش، إمعانية، والكواملة، والتدخل، وما زالت، ولكن هنا يعلن حكم اللقاء مراد الزواهرة عن نهاية هذا اللقاء بنتيجة التعادل السلبي ما بين نادي معان والجليل.